طبعا الحق شيطان اخرس، قلنا حق نحكي. كيدز يعني ولاد، موندو يعني موند، عالم هيك، عالم الاطفال. سنه 46 بامريكا اجوا من غير كواكب. قال الرئيس اعملوا شيء الناس ما تخاف منهم بقى، احضروا فيلم كوكون. قالوا تقروا، انا ما بعطيك مفتاح، ما تسألوني سؤالات سخيفة، بعطيك مفتاح اذا ما استعملته شو افتح عليه. فيلم كوكون عملوا وولد ديزني. اجوا شو عملوا بوولد ديزني؟ شفروا الاولاد على هال الكوكون. شو صار باطفالنا؟ كل الوقت بيتحدوا قعدوا بيحضروا كرتون. شو صار بهلا المرة الحبلة؟ بتحضر وكله تشيبينج. هالعلم علم الجفر، جسد فكر روح عند الامام علي وبس. الحق الله اللي خلق الامام علي، شو بنعملكم يعني؟ علي الباب ومحمد المدينه. شال تشيبينج محمد، قال استفتي قلبك ولو افتوك، ما تقري الفاتحه اذا كنت اصابه، زوجتك نفسي فهل قبلت؟ والطلاق ابغض الحلال. هلا هالتشيبينج اللي عم بتصير باولادنا اليوم حول العالم من هالمدينه. خلي الاولاد رح يلعبين يا اختي، سبت واحد ما بينطقوا بالبيت، تنام فوت على المستشفى. قالت لي جوزي بغيب ب 11 شهر. قلت لها الله يسعدي. قالت لي كله شهر منا طايقته شهر بقى، مش كيف بدهم يطيقوا بعضهم؟ هالطاقة منا موجودة بقى. الولاد سبت أحد بالبيت، يلا شو بنعمل؟ على الحضانة وعلى هيدي اللي بيلعبوا فيها، مدينة الملاهي اسمها. ألهاكم التكاثر حتى عشتم بالمقابر. شو عملوا هلا بهاللي عم بيعملوا الكيدز مون؟ بطلبها منك رفيق الحريري، أنت بعدك حي بقلبي، انت بتهزي الاقتصاد العالمي. انا بشكرك وبشكرك يا هند، انت وجوزك رح درس بهيك مدرسه. شو تنصير؟ رجل اعمال. الرجل الاعمال يميل من المول الى المول، هيك هالكلمه، رجل اعمال. الرجل السياسي، الرجل الاعمال اللي بني المسجد، واللي بدي ساجد انا، ما بدي مسجد وكنيسه ومعبد وهيكل، نحن تحت هالقبه والهيكل هيدا البيت. فإذا كيف بدنا نضرب أولاد العرب بنوع خاص والمسلمين؟ بدنا نعملهم بزنس مان. بكون عمرك 3 سنين 4 سنين بتصير تعرف تتعلم تحته كل شيء، كيف بتصير بزنس، ومنبلش بتروح على البنك لأنه البنوك كلها اللي عم تدعم هيك تك تك تك، بتصير تاخذ تشيك وبيعطيك المصاري وبتحب تشتري اللي بدك اياه. ابن 10 12 سنة يو ار بزنس مان، لابس جرافات من كرواتيا، وبتعرف تحكي عربي فرنساوي انجليزي، وبتلدغ بالاغ وبتلدغ ده وبتعمل هيك، وبتنبسط الام ليكي ابني عمره 10 سنين. بكل امريكا وبكل اوروبا شرق غرب في مدارس هوم سكولينج، مدرسه البدو بالبيوت الا بامه العرب، حتى هوم سكولينج ممنوع تفوت على امه العرب. شو عملوا هلا؟ كيدز موند. بتروح بتشوف العاب اللي بدك اياه، ونتياب وصرمي وشراطيط وشرائيط وشرنانط وعودي كله موجودين، حتى هالولد يتشفر احلى من المدرسه. ليكي عمره 20 يوم عنا بالحي، حملته الخادمه الناني اللي عم بتربي، والكونسيرج شاطف بالصابون ومدري شو، فاعطى زحطه مات الطفل. قلت لها بدي اسال وين كانت امه، كانت عم تعمل مانيجور وباديجور وفي شعراتها هيك لونهم حمر. 40 يوم ما حدا بيشوف الطفل على ايامه، بيو وامه. بعد الأربعين يوم خلاصك الأربعين ان شاء الله، كفي خلاصك الأربعين. ليش 40؟ ومن الشبه 40. شو هالعلم هي؟ ارجعوا الى علم الاولياء الانبياء. فاذا ليه بدي اطلبها منك نبيه بري؟ كان في وحدة اسمها أنا، ومرة كانت بالكنيسة سمعت أخونا عم يحكي، وقفت قالت له للأبونا شرقطته وهيك، هيدا كله اللي عم تحكي ما له علاقة بالمسيح، عم بتاجر فيه أنت. وقفت ومشيت، في خوري مشي وراها، مشي وراها الرجال، مشيت وراها هالمرة،
وراحت عاشت بمين بين أمريكا وكندا. أنا تزرع قرنبيطة بلا كيماوي تطلع هالقد عند ايديك هالقد. حسوا قالت لهم everyone is a living Christ consciousness، كل واحد. شو بقى نعمل؟ قال كل يوم وين ما كنتوا الساعة 7 الصبح و7 عشية 7-7 you are in heaven بتعتذروا بتشكروا الثلاثة يلي حاكمين بلدكم. أنا اليوم بلبنان زيارة أو بالسعودية زيارة بأي بلد 7 الصبح و7 عشية ما بعرف أساميهم الثلاثة بس أنا بالسعودية هلأ عم بعيش من مية السعودية وهوى السعودية وعيش السعودية ورغيف بشكر هالثلاثة وبطوف طواف. نعم أمكم الأرض وعمتكم النخلة وعشية وعند أنا 24 ساعة أنت 8 ساعات أنا تاني يوم 8 ساعات أنت 8 ساعات كل الوقت نحلم العلم 169 علم وبعدين علم أبيض يمكن في بلد ما بنعرفه كمان بتقعدوا بتصلوا له بتصلوا له بتصلوا. مرة كنت معها أنا قالت لي نبي بري is my son my beloved son. ما قلني لا لا هيدا ابنا مش بس بالروح بالحياة الماضية تروحي على لبنان وبتغمري بتبوسي تقولي له من أمك. قلت له عراسي جيت قلت له أنا ما رح يفهموا هاي قاعدين الناس ناطرين وبدهم شغل منه شو بتقول له. رحت قلت له أنا رحت تابوسه وأغمره هيك قالوا لي أنه رح يتجوز. dirty old boy my son منه مجوز هو. قلت لك كذبت عليكي ما مرت الكذبة I know. قلت لها هاي عنا بلبنان ما بتصير وما فيني يعني هاي من 40-50 سنة يعني أنا بدي روح بوس هالزلمة وقل له أغمره وقل له أمك وهيدي أمك ما رح يعملها لو ما أنا هي قالت له عم بعرف شو عم تعمل يعني شايفينها كلها أنا بتحط إيد عليك أو بتطلع فيك منك بهالعالم تخترق فيك اختراق بلا احتراق break through don't break down. مرقت الأيام مرقت السنين ومرقت ومرقت كلها صرت على وسائل الإعلام صار هالوجه شوي معروف في بناية حدنا بالأشرفية وفيها مطعم وكنت أنا وحدة من الأصدقاء أنا وطالعة نزلت بالأسانسور فتحت أطلع لقيت نبيه بري ومعه جان عبيد هو تطلع فيي وأنا كمان بس قلت لا شو بدي اقعد اغمره هلا وبوسه وكانت طلعته وانا طلعت هيك وما عملتها قلت يلا مرقت بقلبي وصلت على البيت بتحكيني عنها قالت لي ليش ما بستي لي ابني قلت لها we can't do this in Lebanon ما فينا نعملها هي هون هيك بدي اغمره بوسه الا عايزتني بدها مني شيء خطيره. كانت اخر كلمه قالتها أنا وماتت وضلت بقلبي ومرقت مره على عين التينه وقلت بدي حكيك كمان ما قدرت شو بدك تقولي له شو بدك منه بدي اقول لك كيدز مون وقفوا او خلينا نفك الشفره جفر كل شيء بدي شفر اطفالنا بالخدمه ما بدي منك شيء بروح ماشي حطني على تلفزيونك بفتكر عندك تلفزيون ان بي ان شيء في ما هيك ما بدي منك شيء ابدا اعطيني هالحريه اللي عندي اياها هون. ومريم بتقدم ساعه لله كل يوم بفك شفره جفر ما بعرف بالعربي قريت شو معناتها الكلمة بس بتطلع بالأرمنة بطلب منك حسن نصر الله مش سيد انت سيد وحسيب ورقيب على نفسك عندك العلم
حطه اسمها ديماركيشن لاين. بفيلم ميتينج وذ ريماركبل مان ارمني هيدا جورج جرجاف، وشفته وين درس بمدرسه العرفان، ولما اجى على سوريا هو وانطون سعاده والكواكبي الداغستاني عنده هالعلم، بشيلها هيك باجره ابن 14 سنه. هالشفره هالعلم عم بيصير بالسعوديه بندر، اطفالنا بالسعوديه كلها عم تنضرب، بالكويت، بالسعوديه، بقطر، بلبنان، بالامه العربيه كلها. هالعلم موجود عند انطون سعاده، وموجود بحلب كوثر بامارستان، وهالعلم اسمه ديماركيشن لاين. ريتا بالقاموس بيقولوا ما بعرف تحجيم تضخيم، it's a very special word in Arabic that I cannot say it، ما فيني اقولها، بس هي علم النوايا. هلا علم النوايا، شوف ايش عم تعمل اسرائيل الا عبادك الصالحين، ما اسرائيل تضرب واحد بغزه بيموت واحد يهودي عندها. عندهم العلم هلا، منين اخذوا؟ من ايران. بشكر رئيس جمهورية ايران الوحيد اللي قال بعيد الاضحى ما تذبحوا ضحية، زرعوا شجرة. هلا وقت كلنا نزرع شجر يا اخوتي، إذا ما في شجرة في إنسان عم بيموت. كل إنسان عنده شجرة. أمكم الأرض وعمتكم النخلة، ما بقى في عم بيعم راح. زرعوا شجر قد ما فيكم. في قانون بسوريا إذا بتتجوز بتزرع تنقول 1000 شجرة، إذا بتطلق 100,000 أبغض الحلال. هلا عم بيقولوا في بلد حلوة كثير بلبنان ما رح سميها، بتغلى الأراضي فيها، بدها تكون منطقة فيها مثل باب كوثر. عندنا بالجنوب اسألوا خينا حسن نصر الله، شوفي عندنا عستنا بوابة فاطمة، وفي بجبل عامل ما فيكم تاخذونها أبدا، مثل بسوريا 11 باب اسمه بلاك هول، ما حدا في ياخذون. هودي موصولين بالمجرات كلها، بكل مجرة في كعبة أربعة، خوري بربع الجرس، إذا هيك أنت هيك أنت، هالأربعة هون، أربعة هون، وأربعة هون، وأربعة على النيفل، انتبهوا حاج تحطوا لي هاي القصص، وباليوتانيسيا، في منطقة هون، بتحط إيدك استخارة، بتحب تموت، بدك الشتي تشتي، شو ما بدك، بس مشكلة الناس عندها العلم يا أخوتي. أنا بعرفهم بالكلام، بس بتجيني إشارات وبخاف لأني وحدة. وحدة بهالبناية وبالحي وبلبنان، نحن اثنين منصور ومريم، هيدا حرف الميم، محمد، مسيح، موسى، مريم اثنين، محمد اثنين، كان أحمد. هالعلم بكتاب معين الدين الششتي، هلا بأمريكا عم بيتعلموا يقولوا عين غنوجة بيا بيل كلينتون، مشان هيك عملوا له هالمؤامرة. أنا أعطيتها الكتاب اسمه محمد، كانوا جيراننا، عايشة جوفرنور كتبته، علمته يقول عين، برمضان قال عيد سعيد، شو عملوا فيه؟ بعثوا له مونيكا. مؤامرات تيضلوا العرب حشود وعدد، نحن مش عدد، نحن عدة. إذا يا نبيه تكون نبيه، تنبه، نبهني وأدبني ربي وأحسن تأديبي على هالمحطات المنحطة كلها في كتمون، إنه منحط ساعة لله، وساعة لله بتكون مش ساعة عبد الله، هيك لحظة فيها يقظة. كل برامجك منحطة، الأو تي في، ولك هالأو تي في يعني ما طلعت معك، شو عمل هيدا هشام؟ بس بدي يضحك. خيك المنيح، ما حكي ولا كلمة. وهي اللي زلطوها منها، طلعت بيها قال بدها تحكي، إيه بتفهم هي باتش أدامز. ليش الحبيب محمد طعمون لحمة من هون؟ شو هاي النقطة هون؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ليش شلتهم بس حكيتهم؟ شلت 90% وقطشتهم، ليه؟ على الأوت تي في. ليش عم بتجيبوا هالرقصات؟ أنا بعتذر من مايا دياب. يا مايا اسمك غريب وعجيب وقوي. وقت ماتت بنته لبشير الجميل مايا. اللوجن، شو عم تعملي؟ عم بتطلعي مصاري؟ فهمنا، عم تعملي
انت وهيفا وهبي وكلكم وهيدي كلينك، ايه اذا نزلوا على الانتخابات وطلعوا النواب ببطل النام هيداك بالمجلس الدوابي وقتلوا بعضهم يكبوا مي وزبل على بعضهم، بصيروا على القليل يتطلعوا مثل في صور هيك بيبقوا نايمين العرب باجتماع القمه والقمامه، بتمر وحده بتطرطق بالصرميه كلهم بصير يتطلع فيها. عندنا كبت جنسي شيلوها، الحبيب قال وانكحوا ما طاب لكم كتاب النكاح، 40 كتاب بالعربي لمريم وشي 50 بالانجليزي، وعندي شي 2000 كتاب بالانجليزي. ما في حدا فتح بيوتكم الا اكتب كتاب واعطيكم اياه، ما عندي غير شيء، انا مره فقيره ما عندي الا كتاب. عطيت الاموال بالمليايين والمليارات. القذافي مات وحلمه على صدره، حلم مريم نور، هيدا حلم امه. مش هالاحلام الوهميه هيدي بتحطون بتصير تقول شو بده يصير بكره. ما في بكرة وما في امبارح، الآن هو الزمان والمكان. Now is the only space and the only place. ألف شرقوطة برج العذراء وألف كلب برج الأسد. هلا بتصدقوا لي بهالأبراج؟ حفاة عراة تتطاولون بالأبراج، برج إذا جرب العرب. صدق بيك. زايد هو الوحيد اللي قال ما تحطوا هالكهرباء على الشجر، الشجر بتحس. ولشو هالقصور؟ ولشو هالابراج؟ اي برج اطول واي برج اكبر واي برج؟ قال في واحد بالطياره قاعد حد بنت حلوه هيك ضرب عين عليها طبعا. قال لها شو بتشتغلي مدموزيل؟ قلت له انا سكسولوجيست، يعني بحكي عن يعني شو يعني؟ قالت له بحكي عن مين اطول شيء ومين اتخن شيء. قال لها مين؟ قالت له اطول شيء التلياني واتخن شيء الايراني. شو اسمك؟ قال لها البرتو رفشنساني. نحن عندنا هالكبد مهضومين، يعني كل النكت حول العالم عن الجنس، شو السبب؟ كبد ريبريشن. شيلوا الكبد خلص ونهاية. قال في واحد رح تيشتري لابنه شو ببغة؟ ايه ببغة ببغة. قال له دي حق 500 دولار. شو بتعمل؟ قال له يا خي هيدي بتفهم بالانترنت، يعني بتفهم بالكمبيوتر، يعني بتظبط الاوراق وهيك. هيدا حقها 5000 دولار. 5000. شو بتعمل؟ قال له هي بتحكي انجليزي، بتعمل اشي هيك بتصلحهم بالانترنت، يعني انا ما بفهم الانترنت من الكمبيوتر، يعني شاطره هاي البابا. 5000 يعني هيدا؟ قال له 25000. قال له بفهم؟ قال له لا 25000. قال له يا خيي ما بعرف ليش 25000، بس كلهم بعيطوا لها هاي بوس هاي بوس، ما بتعمل شيء، بس لما بيقولوا لها هاي بوس كل الناس بدها بوس، مش بوسه بوس. البوس ما بيعمل شيء قال له، بس الناس هيك تضرب له سلام، بيجي مأخر بيجي بكير ما بيجي على الشغل شو ما كان ما بيعمل شيء، بس هو رجل الأعمال الإنسان الاقتصادي الحر، الإنسان الذي رفع مستوى الأمة العربية، الذي حقق حلم الحقيقة. هذا هو الرجل الذي هو في الانتصار. الكلمات بهلة، أنا بقول له أنا مش عم بحكي عربي بس ما بفهم شيء عليكم. حوار مثل حوار الطرشين. الأطرش قال وقعت الإبرة بالمي، الأطرش سمع رنتها، والأعمى شايف إنه خرمة كبير، والأخرس حكي لغتا. هيدا حوار العرب. هيدا البوس يلي مهم كثير. قال له شو هو؟ قال له هيدا البوس بيقول قديش في منكم ناس شايفين هيك بوس بالشغل يلي ما بيعمل شيء وكلكم بتضربوا له السلام. خليه يمرق صاحب البناية، خليه كلنا يا لطيف شو بدنا نعمل. قال في واحد كل حياته كان عم يشتغل وجمع مصاري كتير وما في مطرح الا ما عنده مصريات وبهالبنك وبهالبنك وبهالبنك،
هلا لمرته لا تقولي بس مو تحطي لي كل مصرياتي معي تعطيني اياهم انتبهي عرفتي شيء تحطيهم بالتابوت قالت له تكرم تكرم راحوا على الدفن هالناس شوي لقيوها هي بعد ما خلص الجناز وهيك تفتح التابوت قال له شو عملت لك اعطيته تشيك خليه يصرفه هونيك لا تملكه حتى تنفقه واذا ما صرفتم بتكون عبد للي معك اياهم من زمان كنت تشتري بالدولار سياره هلا ما بتشتري دولاب بيشتري ارض هون وارض هون وارض هون وارض هون وارض هون يلا 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 قال له ما عرفت عيش وما عم بعرف موت هيدا الرجال يلي حط هالوصيه وهالنصيحه I was dying كنت عم موت قال لهم تفوت على المدرسه فات على المدرسه كنت عم موت لفوت على الجامعه فات على الجامعه I was dying لحتى يصير معي شغل ومصاري وبعدين انا وزاين كنت عم موت لحتى اتجوز يصير عندي اولاد، كنت عم موت لحتى اصير اسوي لاولادي وبعدين لاحفادي، هلا عم موت عرفت حالي، لا عرفت ايش، لا عرفت مت. كون حي قيوم مع الحي القيوم، الان هو الزمان والمكان، نحن ثلاثة هلا بالاستديو يلي شايفيننا ثلاثة يمكن نحن أكثر، هلا يجي الموت ياخذنا وين رايحين؟ مريم شافت. وبعرف وبشوف. ديجا فيو اسمها وديجا فيكو، فيكم تشوفوها كلكم. مرآة المؤمن اعملوها وما تخافوا شو ما شفتوا قولوا الله أكبر كنت مسلم مسيحي شيلهم إذا أنت مسيحي ما بتصير مسيح وإذا أنت محمدة ما فيك تكون محمد وإذا أنت بودة ما فيك تكون بودة رابعة قالت أحبك لا خوفا من جهنم ولا طمعا بالجنة إذا كان حبي لك خوفا من جهنم فاحرقني بنارها وإذا طمعا بالجنة فاحرمني منها وهيك قال له في الحلاج وشو عملنا كرمنا الحجاج وقتلنا الحلاج الحقيقه هي الفطره والفطره خطره ما حدا بده اياها كل واحد عندك وسيله اعلام شو ما كانت حط زاويه هيدي وصيه بيك يا نائله توينه اسالي انطوانيت بخط ايدي اعطيتهم لبيك قال لي تركتي لي هون الي قلت له انت اكرم وأفهمه أعلم من هاي هيدا قلم ومريم كتبته اللي رح أعطيك أحلى زاوية بالنهار النهار صارت عتمة مش لومينوس داركنس عتمة فيها نقمة ما في نهار وما في ليل خلص كلنا عم نقتل بعضنا دمار شامل برؤية يوحنا موجودة اللي قالوا إن الحبيب علامات الساعة هلا فإذا لك الخيار مع مين بدك تكون؟ مع أهل النور أهل العار أو أهل الغار أهل الشغب أو أهل الشعب أهل الرحمة أو أهل الرجمة أنت مع مين بدك تكون؟ ليس المهم أن تحب لكن المهم أن تحب اشترى قاضي من قضاة البصرة جارية في عهد السلف وفي أول ليلة وهي في بيته قام آخر الليل يتفقدها لأنه لا يعرف أخلاقها فلما دخل غرفتها إذا هي ليست في الغرفة فأساء الظن وحينما بحث وجدها في زاوية غرفتها وهي تناجي ربها في آخر الليل وتقول وهي ساجدة اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي تسأل الله في حبه لها أن يغفر لها فلم يستسغ الشيخ هذه العبارة وقال في نفسه إن الأولى أن تقول اللهم إني أسألك بحبي لك لأن الإنسان يتوسل بفعله وعمله أن تغفر لي فانتظر حتى سلمت ثم قال لها لا تقولي اللهم إني أسألك بحبك لي وإنما قولي اللهم إني أسألك بحبي لك قالت له ليس المهم أن تحب لكن المهم أن تحب لولا حبه لي ما أيقظني وأغفلك ليس المهم أن تحب نعم قد تحب شخصا لكنه قد لا يحبك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله حبه بقوله اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك اللهم اجعل حبك إلي أحب من الماء البارد على الظمأ ثم يقول اللهم ما أعطيتني مما أحب فاجعله عونا لي على ما تحب وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب سامحوني ما بعرف حط حركة وفصل وهيك هاي الأرملة عرفت الهوى منذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وبت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك
قال بكلمة يا عرب شيل العين، قول يا رب وعين الله لا تنام، سهرانة على كل العرب وعلى كل الشعب شرق وغرب. الكتاب خير جليس عندي، ما حدا يبعث لي أي كتاب، ما حدا يقول لي كيف آكل وكيف أحكي وكيف ألبس. خليهم لكم هون كل هالمسلسلات، خليهم لك كل حمير السلطان وغيرهم بما في 450 سنة حكمتنا تركيا وفرنسا الأمنا الحنونة، وبعدنا محكومين من الصرمية والحرمية والترتق مرتق أفرتق أفرتق أمرتق كرتق. قد ما فيكم لو كنتوا على حافة النهر وفروا مي، تتحمم 5 مرات بالنهار يا عار العالم. رجعوا شي 100 سنة 200 سنة لورا، أينشتاين قال هاي الحضارة اللي اسمها حضارة دمرت العالم. رجعوا إلى حضارة البدو الأبوريجينز، شوفوا شو بياكلوا كيف بياكلوا، بيتحمموا أمتى، بغيروا تيابهم، كم بدلة عندهم. لما بتفوتوا على أي جماعة من الصادقين وقليل كتير، أو شو أخوت عم بيتاجروا فيه، تقعد معه 3 أشهر بيعطيك ورقة إنك مستنير، مثل ما هو بيعطيك هيدا باسبور أخضر إنه أنت قتلت هالسنة أو هالشيعة وبعدين بدك تطلع على الجنة. انتبهوا، كله كذب ونفاق، بس الجامعات الصادقة في عندك بدلتين وصرمية. بدلة أنت لبسها هيدي الكفن، والتاني بالغسيل. مطرح ما بتموت بتندفن من التراب إلى التراب، أو إذا بدك حريق مثل ما أنت بتريد في أي كتاب. ولكن اليوم حول العالم بما فيهم ميتشوكوشي بيقول الكتاب الذي لا ريب فيه والمنزل هو القرآن الكريم، وأنت كتاب الله المقروء والمنظور.